كثير الناس الكل دونك مطالبه بالتوضيح خاطر هبط لكم تصور في الباج برشا مازالوا ما مش فاهمين شنو هي الحكايه. بون نحبكم الفيديو هذايا تبارتاجيو وسورتو تردوا بالكم على صغاركم وتبارتاجيو باش تعم الفايده وباش الناس الكل تسمع بالحكايه. السيد اللي قاعدين تراو فيه في الفيديو البارح الدنيا قامت قاعده عليه في الانستغرام. السيد هذا يعيش في ايطاليا من عشر بلاد شنو هي بالضبط فيغونا برا من عشر بلدان ايطاليا ما نفهمش فيهم. حاسيلو السيد هذا ينتحل في شخصية بنية من فو بروفيل يمشي يكلم الولاد على جدو 12 13 14 الفئة هذيك 11 12 13 14 سنة يكلموا على اساس طفلة ويبعث له تصوير الطفلة عريانة ويقول له صور لي روحك انت زاد عريان. دونك الطفل الصغير هذاك كما تعرفوا العمر نتاع 12 و13 كما تعرفوا العمر هذاك يبدا مازال مراهق دونك يمشي في باله اللي هي طفله بعثت له تصورها عريانه طفله تعيش البرا ولا بو نامبورت يمشي يبعث له هو تصويرته عريانه ومن غاديك تبدا الحكايه. حكايه شنو؟ حكايه ابتزاز شونتاج دونك يقول له لو كان ما تعملش اللي نقول لك عليه نهبط لك تصويرتك عريانه. وتصوروا انتم شنو يطلب منه توا مخكم باش يقف. يطلب منه انه يمشي يقوم بعلاقه جنسيه مع طفل اخر في العمر نتاعو. تصوروا انتم 11 و12 سنه هبطوا البارح تصاور يقول لهم حلوا معايا الكاميرا وريوني وانتم تقوموا بعلاقة جنسية ما بين زوج وليدات 11 و12 سنة وهما تحت التهديد والضغط يخافوا انه عائلاتهم يسمعوا يخافوا انه التصويرة تهبط نتاع اللي بعثها المرة الأولى اللي ماشي في بينه وقت الطفلة كلمته دونك يخاف يهبط لهم معناها تصورهم عليه يمشيوا يقوموا باللي هو طلبوا منهم وتتكرر الكرة. هذه مصيبة. الحمد لله السلطات المعنية تحركت لي غاديو الكل يحكيو فيها الحكاية وهكا ولازمنا نزيدو نبارتاجيو خاطر هذه كارثة كارثة كارثة. خاطر التليفون اليوم يهدد الأمن متاع صغارنا على خاطر التليفون اليوم يعلم في صغارنا في حاجات لا دين لا ملة. خاطر اليوم التليفون هذا أكبر خطر اليوم وصل اغتصاب عن طريق التليفون. مش مازلنا بشراء آخر بربي 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 الأولياء اللي قاعدين تعطيو في التليفونات لصغاركم باش ترتحوا مخاخكم باش تبدا أنت تتفرج على التلفزة مرتاحة باش أنت ما تسمعش صوته باش تفقد صغيرك حتى كان تحب عنده من عش بلاتفورم تيك توك فيسبوك اللي هو يكون عندك كوبي من اللي كونت نتاعو ادخل وتفقد وشوف عمرك ما تقول ولدي ولا بنتي كبرت. راهي الدنيا ولا تتخوف راهو الاستدراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا مريب ومخيف. خافوا على صغيراتكم راهو الصغيرات في العمر هذايا اي حاجه تخوف صاحبوا صغاركم اقربوا منهم خاطر انت تقرب لصغيرك راهو باش يجيك ولا لبنتك باش تجيك وتقول لك يما ولا يقول لك يما راهو بعث لي قال لي اعمل لي شنو نعمل. دونك انت في اللحظه هذه تكسب صغيرك ما تعملوهمش سياسة الرعب والتخويف والتهويب تال صورة الصغير يولي يمشي ينحاز لحاجات أخرى وما يقدرش أنه يحكي لك ولا يصارحك ولا يقول لك راهو صار لي. وردوا بالكم على صغاركم ويا حبذا افون لاج دو 15 ما تعطيوش التليفون لصغاركم قبل عمر 15 سنة ما تعطيش التليفون لصغيرك وبعد 15 سنة أعطيه وراقبه وتبعها وامشي بحال قدام الليسي اللي يعني بحذايا بحذا داري فما كوليج الزطلة الزطلة الراها الراها في عين القايلة قدامي قدامي يبداو جايين ولاد من بلايص أخرى قدام الليسي ويستدرجوا معاهم ولاد أخرين وبنات أخرين وحلق وتكييف ودخان. ردوا بالكم ردوا بالكم راهو جيل صعيب والحاجة اللي أهم من أنه جيل صعيب أنه فما عباد في الشارع مكبوتة عباد مريضة عباد مندسة منحطة. ردوا بالكم راهم الناس هذوما الآفات في المجتمع باللي باش ننظفوا ما نجموش ننظفوها. تصوير السيد موجودة إذا عنده عائلة إذا عنده خوات إذا عنده خوات أو عائلة أول طلب الساعة تبريو منه بجيش نقول فيها عليه خاطر كلمة صغيرة قدام اللي عملوه. والحاجة الثانية انكم تعاونوا السلطات الأمنية في إيطاليا انه تشد الشخص هذا خاطر أسافوار كي هو لتوا حر شي يعتدي على عباد أخرى. هاكم فهمتوا شنو هي الحكاية وفهمتوا شكون السيد وما نجمش نهبط لكم تصاور خاطر التصاور بالحق يقشعروا البدن. تصوروا انتم طفل 11 و12 سنة في حالة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ربي تاخذ لنا حقنا منهم يا ربي يا ربي تورينا فيهم تورينا فيهم نهار. لو كان مشيتش حكايه كبيره عمري ما نكون منفعله هكا.